هذا هو النهار اللي نستنى فيه، عنتر السبتي المجرم الكبير يتم القبض عليه على يد المحامية الكبيرة عفيف بوقبة، ويخرج اسمي هكا تيترويت كبار في الشرايط. تولي هكا القضايا تجيني، انا عندي برشا فلوس، شنو عندهم زعما؟ عاود فمي نعاود خشمي كرشي نحيها نقضي عليها جملة واحدة ونعاود روحي بكلي ونولي انا مش انا. تعرفش كيفاش؟ تمدي عندي فلوس عشان مش فنانة، نعمل غنية اسمها يا محامية يا حنينة وقتاش نقابلك في الجنينة. يابا يا محامية يا حنينة وقتاش نقابلك في الجنينة، يا محامية يا حنينة. وانت باش تتكلم على جيت لهنا ولا شنو هو على جيت لهنا؟ انت انا متهم في جريمة قتل، نمشي بارفيرميري ماشي المحامية. فهمتك تو، شنو تحب؟ دبوزة بارفان، شنو نحب؟ نحبك ترفع عليا يا متر. مش نسمع فيك. فمو مسكر نسيت. وانتي عشان اعطيني شربة ما عناش ماء. تكلم على بالك اللي هي اقوى محامية في البلاد ولا؟ راني انا ما جبتكش لاي محامية، هذه لا يشق لها غبار، مش نورمال راهي، عمرها ولا شهدت قضية وخسرتها. احكي له احكي له على قضية الكلب. اي سيدي، فما نهار مواطن وكل كلب لحمة مسمومة. يا لطيف يا لطيف، هاي شبك معناه يا ربي عليه. مازال اسمع يا اخي مولا الكلب وكلني انا. الله لا تربحوا، علاش يوكل فيك مولا الكلب؟ وكلني على الكلب، فالكلب ولا موكلي؟ لا حول ولا قوة الا بالله، الكلب ولا يوكل فيك وحده؟ اسمعني تو بعد نكمل لك حكاية الكلب. شوفوا لنا تو قضية الكلب هذا. أنا اسمع احكي له احكي له على قضية البهيم. اسمع هذه اسمع. أي سيدي شد عندك. فما نهار مواطن وكل بهيم لحمة مسموم. حول ولا قوة إلا بالله. مازال مازال. شكيب يا أخي البهيم لاحم ومش عاشب. ما هو علاش بهيم؟ خلى الكرة تاكل اللحم. فوالا، وأنا هذه اللي استندت عليها في قضيتي باش طلعت المواطن بريء والبهيم بهيم. متر تبارك الله عليك، أنت ظاهر فيك اختصاص حيوانات. بما انه انت اختصاصك حيوانات اعتبريني وخيك انا باع وحصلت وباش نوكلك. وشكون مولاك؟ الفيل هذا. فلا خاطر انا راني ما ندافعش على قضيه بلاش مولا. استاذه فما بوليسي اسمه عثمان قال لي هو اخوك ويحب يقابلك. عثمان البوليس خوك؟ وش بك مفجوع؟ ليه؟ علاش تحبني خاف؟ متهم بجريمة قتل؟ ريشيرشي وبوليس داخل وانا قاعد نبنك. اهلا. شنو هي الحاله هذه؟ شنو هي انت؟ خرجت من الباب رجعت لي من الشباك. فهمتكش يا عثمان، شنو شباك وباب؟ زيد تبان الزيت. مانيش مرتاح لك. تحب تشرب لها مخها كما شربت مخ سيرينا؟ يستحيل بغال كيما هذا ينجم يشرب لي مخي. انت عندك مخ تشرب بس. صح عليك سيرين، بنتي تحبك، ما كانش انا نعطي بنتي لواحد كيف انت. ما يويلك نهار تجي تقول لي عمل لي هكا ولا هكا، من علقك من ساقيك. شو سيصلي على النبي يا سي عثمان؟ السيرين هذيك راهي الكبده، عمري ما نجرحها. كبده بيك تفبري انت. الصباح ضربني شوية وكاو. كما انت صغير انا خذلك في صبابة رجال 47، اليوم وليت تفينس. مش مشكلتك تحل شوية. تشبيه؟ حتى الصباطة قدمني، تجي نخص الصباطة ضربني. شبيك تضحك انت؟ تحب نهبطهم لك سبحة؟ خويا عثمان يا اخي انت علاش جيت؟ شنو على جيت في الدار؟ ما نجمش نحكي على راحتنا. جيت باش نحكي على الكلب هذا، شايو لقيته قدامي. اذكر الكلب يحذر. انا كلبي سي عثمان. اي يمالا خليني نمشي نلقح شر. سيرين نعرف قلبك حنين،
جيت باش تقولي نحبك ها؟ وانا جيت باش نقول لك الموت عليك. شبهتك اش عرفت اش قلت لك؟ اش قلت لك سيرين ما تمسهاش اش عرفت سيرين ما تخربهاش ما تمسهاش راني نقطعك اش بالك اللي انت عندي زوز من الناس تعرف اللي انت تبيع في الزطة معناتها عندك ترويج مخدرات هذوما 15 سنة نزيدوه زيدوا وعندك تحويل وجهة المرأة تعرفت عليك هذوما 10 سنين نزيدوه زيدوا وعندك براكاش باستعمال آلة حادة والشروع في القتل هذوما 25 سنة عندي زيدوا اش باش نزيدوا هاي الكالكولاتريس طلعت له مؤبد يشدك بكالكولاتريس كاسي عثمان معناتها انت تعدي 60 سنة حبس يجيك رئيس الجمهورية يعمل لك عفو تخرج بعد 30 سنة أمي حضري القفة والجميلة ولدك مشى كلب على زبالة سي عثمان مرحبا تفضل ادخل لديخ شبيك البر شبيك بيك في البر تفضل ادخل لديخل شبيك مصاب سي عثمان بحال لدغك فرزاز وماك لبس سيرين شبيكو بابا باب لبس لبس ناديتولي مشكلي تبدلت شوية على المرة الأخرى خلا اللي فهمتك أخي وش معني شي هيا عش بنتي صلي على النبي الناس كل تغلط مش هكا فرجانية الناس كل تغلط هكا سي عثمان نادي ما نقولي رد بالك حتى فوتو فريد يا مونتا الشومي حتى أنا يزم رد بالي رد بالك على وشين سي عثمان على الديامونتا اللي قدامي سي عثمان نمشي جيب شمعة ونجي تو ماكش باش تدخل لديخ شوك تحكى واقف لا خلي مرة أخرى يلزمني نمشي بابا مانو مشكلتي مشكلتك ما تحلت يا عايش بنتي مش هكا يا أحلى نسيب أرينا سي عثمان وأنا عندي أغلى وحن وأرق وأبن ينسيب يا رد بالك على روحك تهنى سي عثمان مش عليك انت على فرجانية ليه رد بالي على روحي سي عثمان إلى اللقاء إلى اللقاء أخوي إلى اللقاء متخاف يا نسيبي فرجانية متخافش إلى اللقاء هذا يا رمزي شهليلة إن شاء الله خير آه رمزي صباح صاحبي كيفاه؟ نجي لخويا يا ولدي عول علي حديث هذا باش حاجتك؟ عندي كيف سيب؟ عندي واحد تحت يدي أموره هانية مريقي لوكي سلكناها يا معلم باش نمشيو ونغنيو في عرس شو باش نغنيو في عرس يا ودي أنا ما نعرفش نغني راه أنت قوتك مش في صوتك قوتك في راسك أنت يلا تونا زغروتة اللهم صل على النبي بهذه المناسبة السعيدة باش نتقدم اغنيه رومانسيه اول مره تسمع خصيصا للعرايس هذو ما شاء الله ربي يهنيهم يا زول يا زول يا زول هذيكي يا زول نشكركم على الورد والزهور يعني عبرت على مشاعركم كل صدق وانا مش بكون اصدق منكم مش نقدم اغنية كتبتها خصيصا للعرايس هذول يا روسة وسوف تندمين عرستي وسوف تندمين
وستبكين بدمع العين وستغزين البصل ستغزين البصل أيوة. والآن مع مفاجأة السهرة نستقبل مع بعضنا بورا وبوغولا. شد روحك شد روحك سلك لها سلك لها يلا يلا اي والله تسلي عليني مازلنا مازلنا نزيد الغلول وكلها قطع تليفون تليفون وصل يا ارتم ارتم تليفونك يسوي تليفون وي عادي مازال يسوي شكون الكوموند هذيك تليفونك مازال يسوي الو الو وي عسلم عسلم سي هانتر شكون معايا متر بوكابا شكون متر عفيف بوكوبا شكون قوم متر بوكوبا متر بوكوبا متر بوكوبا تاع المحامية خمسة تاع الصباح تطلب فيه يودي ديك ما تاخذش الليل تخدم خدامة خدامة ان شاء الله خير متر مرحبا سي عنتر ربي كان ما يقلقكش عندي بعض الأسئلة يلزمني نسألهم لك خاطر أنا حالة الملف توا حالة الملف توا خمسة تاع الصباح خويا سير فما خير ان شاء الله يا رب وي تفضل متر بيان سير تفضل متر نجم نعرف فيسبوك نتاعك قلت لي نجم نعرف فيسبوك نتاعك وشنو سير فيه خيط اي الفيسبوك نتاعي عنتور هكا عامل تصوير بتاع الدبدوب تلفت للشط والانستغرام الانستغرام عنتور كومسا سوبرونس سوبرونس قداش طولك سي عنتر قلت لك قداش طولك سير فيه خيط 198 بون انت حط 167 ما تكثرش فهمت انت مرتبط قلت لي انت مرتبط وشنو سير فما خيط سير لا ما مانيش مرتبط ما تمش مرتبط عندك حاجه تحت يدك توا هي ولا عندي تيليكوموند شعتني تيلي نقصد معناها عندك حاجه في راسك هكا قلت لي عندك حاجه في راسك سير فما خيط والله عندي وجيعة شقيقة لطف شطر راسي ذي كل وجهة يسطر شعبني مرة أخرى نقصد معناها أنت انجاجي لا متر لا طوالي سي عنتر تحب تربح قضيتك هي نحب نربح متر من شو تحب تخرج براءة قلت لها تخرج براءة هي نحب نخرج براءة تعرس بيا ألو 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 الريزوقس ريزوقس 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 خويا قلت لي لازمك تعرس بيا سير فيها خيط خيط عليك انا اللي غلط ارتحت من الهم عنتور بسم الله الرحمن الرحيم ما جاوبتنيش شو الريزو تيح اما ما دربو قبع ما تيحش بيتي في رمبان يخير شو عيد ميلاد سعيد لحلوحة عائلة تبحث عن مهرجان لتنشيط عيد ميلاد لحلوحة مقابل مبلغ قدره 400 دينار يا معلم عائلة حاجتها بتسكلونات 400 ألف مش مدخلنا شو دخلنا؟ نمشي واحنا نشتغل العيد ميلاد نضرب 400 ألف ما دي بنعرفش نعمل كلور انا كيفاش نشط تشفيه كلور تشفيه تحديث فارغ طرف حموري انا قليب انا قلب انا ضربات هكا من انا بالابيض ضربتين هكي شويه هكي نعديو عليهم اخي شو هو
على شكون مهزنا؟ علينا احنا. والله مش نتصرف. بس بس هذاك هو عيد ميلاده اليوم. بس يا ربي تخفف الخبزه. هاي بيه لو انا مرحبا بيكم اليوم عيد ميلاد باش نعملوا برشا جو. انا باش نقول على السلامه وانتم تقولوا على السلامه بالقويين. على السلامه. اسمعني الاطفال هذوما بلاستيك. لا ما نعرف انا. اليوم نحتفلوا بعيد ميلاد لحلوحه. لحلوحه سي لحلوحه وليت تطيحوا في القدر. انا اللي باش نخلصكم راني. سي مو بالله باش نصرفوا هذي. هيا حلوا فلوسكم ضحكوني. ضحكوك هي ضحكوك. نقطة هي عندي نقطة. أبي قالكم عندي نقطة مش نرمال تقتل بالضحك مش تقتلكم الكل بالضحك خاصة أنت والله لما نقتل بالضحك والله هاي النقطة قالك دم واحد مش ها صام 33 يوم طلعوا علاش علاش قعدت له الشربة عم بيكملها. الله يخفف الخبزة. الولاد ما ضحكتوش. يا زوز مهرجين تحبوا تخلصوا انتوما؟ اي اي تحبوا ملا. عندكم زوز حلول ونخليكم تختاروا لعبة الطماطم ولا لعبة الزرزيحة. الطماطم الطماطم اختار الزرزيحة نحب انا. يا ودي الطماطم خير. الزرزيحة اش فيك ما تفهمش انت؟ هذه الظاهر باش يضربونا بالطماطم خلينا ناكلوا حاجة على الأقل. اخي انا بيتي جعت. اي خويا الطماطم 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 دين لعبة الطماطم متأكدين متأكدين. هيا الولاد توكلوا. ستوب صار هي الطماطم حكوك مالا شنو في بالك صاحبي؟ خويا جيت باش نضرب عرضت لك جهر هزنا الزرزيحة الطماطم ليه؟ الزرزيحة باهي انا قلبي كبير الزرزيحة ومن بعدك نخلصكم. الحمد لله راك حلاوات راك. مشيو للزرزيحة. احلى ورد الاحلى ورده. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. بك ورد يتكلم. يا بنتي عثمان عثمان. يا والله سي عثمان مرحبا بك سي عثمان. تي زينه عاد من سي عثمان تقول عثمان ديريك. اخي باش تخليني واقف هكا اغسل المطر تبارك الله. عندك الحق هاتجيك. يا فرجلية ما نقصدش نمشي نروح نقصد ندخل لداخل. شوف سي عثمان انت وقيله فاهم الحكايه بالغلط. ني مراه وحدي ما نجمش ندخلك. ني ملي مات المرحوم تو 30 سنه ما ثمش راجل دخل الدار هذه فهمت؟ فرجانية احسبني مش راجل وخليني ندخل. والله انت قلت ماكش راجل ماكش راجل كي ماكش راجل تفضل. وي عارفي يلا غالب والله يلا غالب والله تعدت بيا ظروف هكا ربي يعلم. باهي باهي نوصل للدار نبدل دبشي ونمشي للحانوت داكورد. اوكي اوكي تهنى تهنى عليها سلعة الناس. يلا نعودوا مع بعض. مع سيرين تحب شاكيب تعاود البابا غيات هذم تعاود سيرين تحب شاكيب تعاود. بسم الله الرحمن الرحيم. خويا شفتوا التليفون هذا؟ يا يتصلح يا يتصلح. وسامحني شنو اللي في يدك هذا شارجور هو؟ فضلك هذاك راجلي بابا. تصور انت انا جيت شوف في مساجاته مع البنات وهو فك لي التليفون وما في صال مسحانه. وقتي لي انت وقتي كيردون هذا يحكي مع البنات. فضلك من مع شكون تحبوا يحكي؟ هذا نورمالمون يحكي مع الزيتون. فضلك فضلك نجي نخبح بحذاك نولي صحابه. لا اختي باش نشوف لك امورك تاو توت سويت. لا هذا يتصلح فاسيل مو هذا يصلحوا. اوكي شويه مدام. لا لا يتصلح هذا يتصلح. يتصلح قلت لك يتصلح فاسيل مو في شيء هذا. شكي والله يغني رابي خويا رابي. وراه ينجم يتصلح ينجم ما يتصلحش. هو لو كان يزيد شويه احتمال ما يصلحش. لا يدكك هذا يا ودي صلحوا.
واش نزيد نشوفه واش نزيد نشوفه. يمشي مراتني عايشك. لحظه انا قاعدين نشوف. سامحني مدام هذا والله لا يتصلح راسي. شنو يا ريت روحك يخليتنا نضيحه قدام لي يسوى اللي ما يسويش. ايه 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 شكون ما يسويش؟ انت ما تسويش. انا مش ما نسويش انا كلبه بكلب.